وصلنا لمرحلة العبث، لمرحلة الهراء، لمرحلة الهرتلة، لمرحلة الهبد. النادي الأهلي بقى مستباح، أي حد يطلع يقل أدبه عليه. كان يقدر يعمل كده أيام مرتضى منصور؟ طبعًا لأ. كان يقدر يطلع يعمل كده أيام أمير أو أحمد أو أي حد بيقل أدب على النادي الأهلي؟ طبعًا لأ. كان يقدر يطلع كده هو أو غيره أيام هزاز الرؤوس لما كانوا بيطلعوا يقولوا 99% من بطولات النادي الأهلي مشبوهة؟ طبعًا لأ. أحمد مجاهد بكل أسلوب وضيع وغير محترم وغير راقي بيتطاول على جمهور النادي الأهلي وعلى كابتن أسامة حسني. طيب أنا مش هطول عليكم كتير، تعالوا نطلع ونسمع ونشوف الكلام اللي قاله أحمد مجاهد مع إبراهيم فايق ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. بس ما تنساش تدعمنا بلايك وشير للفيديو بتاعنا، وما تنساش لو أول مرة تشوفني تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الإشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناة الأهلاوية على اليوتيوب. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف المهزلة والكلام المسف اللي قاله رئيس اتحاد الكرة أو اتحاد الكوسة ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا، يلا بينا. جزئيات بقى محليه برضو، يعني استغل وجود حضرتك معانا واحنا خلاص على مقربه من انتهاء بطوله الدوري، كيف ترى الاتهامات التي وجهت الى الحكام والتحكيم والفار خلال الفتره الماضيه؟ وانا اعلم تمام العلم ان هناك بعض الامور اللي عارف كويس ان المهندس احمد مجاهد عايزها تتحسن وعايزها تتعدل كالفار وتحسين الجوده بتاعته وتحسين الاداء والامور اللي شبه كده، وامور اخرى برضو ليها علاقه بالانديه وطلباتها في اطقم تحكيم تكون على مستوى عالي. الاهلي مثلا طالب حكام اجانب في ماتشات السوبر او في ماتش السوبر وفي ماتشات الكاس. ما هو موقف الاتحاد المصري من هكذا تصريحات؟ اول انا بس لازم اقول ان احنا يعني كده تولينا على موسم بدا في ديسمبر النموذج اللي هيتمناه. كمان عشان نكون منصفين، هو لابد من تحسين مستوى النقل التلفزيوني، واحنا ما عندناش مشكله، احنا الدوري المصري هو دوري يعني الاقدم في العرب كلها. نتمنى ان شاء الله، ما ينفعش حتى الان ان في مباريات تنقل بست كاميرات، فاحنا بنتمنى يعني بنرجو الهيئه الوطنيه للاعلام انها تراعي هذا الامر، حتى لو من مداخيل الدوري المصري يجي شركات نقل عالميه، لان الدوري يستحق كده، وعندنا دوريات في العرب ممكن من غير يعني ما نحاول نبرز المساله ممكن نبقى نقعد سيب جدا عدم التوفيق في مباراه او مباراتين، لكن هو مش اكثر من عدم التوفيق. الموضوع وصل لمساله من الجنون ان يقولوا اصل ده لجنه الحكام، اصل ده موجهه لفلان والدوري اصل متوجه لفلان. ده شكل من اشكال، مش عايز اقول الاستهبال، لانه في مواضيع عدت الاستهبال وبقى الجنون. ان واحد يقعد، واحد كبير محترم يقعد في استوديو، او يعني كان من المفترض انه يكون محترم، ويقول فلان الفلاني مد توجيهات ومد تعليمات للحكام عشان يقولوا كده. ده كلام ما يطلعش من واحد عاقل. حد عايز يعمل بس فتنه في البلد، يعني ده موضوع لازم يتبص كويس، هو الشخص ده اصلا سلوكياته ايه؟ هل قصد الفتنه ولا هو اصلا يقول اي كلام يعني معتوه وخلاص؟ طيب خليني اسال الحقيقه بمنتهى الطالما انت يعني سالتني في هذا الشان. ابراهيم فايق في الاول استضافه وبيقول له ان الحكام ومش الحكام والفار وكل الانديه بتشتكي، قال انديتنا بخير، انديه مصر بخير، واحنا بنبقى متواجدين في المحافل الدوليه، واحنا لينا ولينا ولينا. هو كل العبث ده والهراء ده هقول ايه؟ كلمه اقولها شين وكلمة تاني أقولها ولا بلاش. يا جماعة الخير، لو مش عارف ترد ما تتكلمش، زي ما قبل كده طالع تقول احنا خففنا العقوبة بتاعت الشناوي عشان ان هم في مهمة وطنية. يا اخي لا يا روح، مش عشان مهمة وطنية، ده عشان انت اديت عقوبة غير موجودة اصلا، ولما رجعت للتصوير التلفزيوني ما لقيتش ان الراجل بيعمل كده، ووديتنا في داهيه وخليت البوابين يمسكوها البانه في بقنا. طالع تقول على اسامه حسني، طبعا انت بتقول على التحكيم بخير ومش بخير والفار، انت بتعترف ان في كاميرات ناقصه، ان فعلا الدوري
بيتنقل بكاميرات على الكاميرات قليل، 6 كاميرات، ده المفروض يبقى فيه 16 كاميرا و17 كاميرا في المباريات. مش عارف تعمل بطولة، خلاص وقف الدوري. الدوري المنقوص ما يلزمناش. وقف دوري وكفاية كده رياضة، ونبقى نلعب ماتشات ودية بقى ونلعب في افريقيا ومالكش دعوة بينا. بس. ما دام انت مش عارف تدورها يبقى سيبها لغيرك يدورها. بتتكلم وبتقول خاطبنا الهيئة الوطنية للإعلام، انت لسه هتخاطب، ده انت ليك سنتين. ما تخاطب دلوقتي. خاطب من الأول. وبتتكلم بتقول اللي يقول تفويت ده جنون. وعلم معاتيه وعلم مش عارف ايه، وبتقول على اسامه حسني ان هو بيثير الفتنه ومعتوه. يا راجل عيب، عيب على سنك، احترم نفسك. ممكن تقول جانبه الصواب ان هو قال تصريح ما ينفعش يتقال، قناه الاهلي قناه محترمه ما ينفعش الكلام ده يطلع من خلالها. تقدر تقول الكلام ده لمرتضى، ده كان ده كان يعني عمل معاك السليمه، كان اداهم لك. ما هو الصوت العالي هو اللي بيمشي دلوقتي، انما المؤدب والمحترم لا ما بيمشيش. الراجل عبر عن اللي شايفه، ان في تفويت لنادي الزمالك، ان في حكام بتجامل نادي الزمالك. هو انت اعمى؟ هو انت مش معانا يا عم على الكوكب؟ انت مش شايف التفويت من غزل المحله والاسماعيلي مش مشكله؟ مش شايف الحكام اللي بيهدوا الدوري على طبق من فضه لنادي الزمالك؟ كوره اللاعب جوه متر رجله، والكوره بذمتك دي لو كانت الزمالك مش كانت اتحسبت جول؟ لو كانت لطلائع الجيش مش كانت حسبت جون. جايب لي الزاويه، عمرك شفت فار يجيب الزاويه من هنا، كرة من هنا؟ ده المفروض تيجي من هنا ومن هنا ومن هنا ومن كل حته، ومن ورا المرمى ومن جنب المرمى، عشان انا اقدر احكم. امال فار ايه؟ خلاص يبقى نجيب نخلي الحكم بتاع المباراه هو اللي يجيب اللقطات للحكم وخلاص. ما دام الفار موجه ومسيس وبيالف خلاص يبقى احنا نبطله. وانت بتعترف ان الفار فيه قصور، يبقى انت بتعترف ان فيه قصور وتقول ان المسابقه نزيهه. طب ازاي انت بتقول كده وبتقول على اسامه حسني الراجل المحترم اللي بيعبر عن وجهه نظره اللي شايفها ان فعلا الدوري بيوجه لنادي الزمالك، تقول ان ده معتوه والجماهير اللي بتقول كده ده جنون ومش جنون وده موجه وعايز يعمل فتنه ولازم يتحاسب؟ ده انت اللي المفروض تتحاسب، انت ولجنتك الفاشله، انت المفروض تتحاسب انت ولجنتك السيئه اللي بتطلع تقول كلام هراء ما يدخلش عقل طفل صغير. لو انت فعلا عندك دم اعترف ان في قصور، ان في غلطات حكام، انما تطلع تقول التحكيم المصري بخير، هو كده بخير؟ امال لو مش بخير كان ايه اللي حصل؟ قول لنا كان ايه اللي حصل لما النادي الاهلي ياخد 15 نقطه ونادي الزمالك ياخد له 20 نقطه مش من حقه، لما ياخد فاولات مش بتاعته، لما هو في حالات طرد وما يطردش منه حد. طارق حامد فين لما اتطرد بعد سنين طويله بيضرب بالكوع وبالبوكس وبالبنيه وتروبكي لاعب مصارعه يا فندم؟ فين ده كله؟ انت فين من ده كله؟ وطالع تقل ادبك على اسامه حسني؟ لا انا عايز اتحاد الكره يعرف ويقف عند حد ويعرف ان النادي الاهلي كبير واكبر منه، وكابتن خطيب احنا بنوجه له رساله انه لازم يتحرك ضد الاوباش دول اذا كان هو او غيره. مدحت شلبي بيطلع يقل ادبه، وقبلها حسين لبيب، وبعدها يطلع اتحاد الكره في ايه؟ اتجننتوا؟ على قله الادب سهله، احنا نعرف نقل ادبنا عليكم. قله الادب مش صعبه. ما تخرجوش الواحد عن شعوره، انتوا للاسف عندكم لا مبالاه، عندكم عدم احترام للغير. طب ازاي بتخلونا تطالبونا ان احنا نحترمكم وانتوا غير محترمين وغير اهل لهذا الاحترام؟ انا بطالب كابتن خطيب ان هو يرد على هذا المدعي، على هذا السفيه اللي بيتحسب على ان هو اهلاوي وهو ملوش علاقه بالاهلي اصلا. انتهى الفيديو بتاعنا، انا اسف ان انا خرجت عن شعوري، بس واضح كده ان احنا داخلين على ايام سودة مع البوابين ومن يساندهم. بشكركم شكرا جزيلا، واسف جدا جدا ان انا اتعصبت. وما تنساش تدعمني بلايك وشير للفيديو، ولو لسه ما اشتركتش في القناه تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناه الاهلي على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.